وفي محافظة قنا تابع وفد من قيادات وزارة الزراعة حصاد الحقل الإرشادي لزراعة محصول قصب السكر بنظام الشتلات والري الحديث بقرية المخادمة بمحافظة قنا ضمن المشروع القومي لزراعة القصب بالشتلات. التفاصيل في تقرير الزميل محمد همام. شهدت قرية المخدمة بمحافظة قنا فعاليات حصاد الحقل الإرشادي للمشروع القومي لزراعة محصول قصب السكر بنظام الشتلات والري الحديث، والذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا. جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الزراعة وجمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة. التجربة أثبتت فاعليتها وقدرتها الفائقة على منافسة الطرق التقليدية في زراعة القصب بالعقل، بعدما تفوقت أعواد القصب في الحقل الإرشادي على نظيرتها في الأراضي القريبة منها، مع توفير كميات هائلة من المياه والأسمدة وإنتاجية عالية للفدان. الدكتور سعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي، احنا النهاردة في حقل إرشادي لقصب السكر في قرية المخدمة مركز إنا. حقل الإرشادي عبارة عن دعم من الدولة بتقدمه الفلاحة حقل إرشادي. الدعم ده عبارة عن شبكة ري متكاملة من المكنة للفلاتر للخطوط للنقطات للفلاح، ودعم بالشتلات من معهد المحاصيل السكرية والمجلس المحاصيل السكرية. احنا بنعمل حقول إرشادية عشان للقصب لترشيد استهلاك المية من 11000 متر مكعب بالري بالغمر إلى 7000 متر مكعب، وزيادة الإنتاجية من 35 طن بالري بالغمر إلى 70 طن ويزيد على 70 طن. نعرف نتائج النهاردة في الحقل الإرشادي علشان نطور 320 ألف فدان قصب في الثلاث محافظات إبلي بنفس التكنيك أو نفس التكنولوجي الحديث. الشتلات الدولة الحمد لله قامت حسب توجيهات سيادة الرئيس بالزراعة بالشتلات. عملنا في محطة إنتاج شتلات القصب في كوم أمبو على مساحة 25 فدان، والتانية في وادي الصعايدة جاري التنفيذ فيها عشان تغطي المساحات، والمحافظات التانية هتعمل فيها برضو نفس الآلة إنتاج الشتلات. بتدعم الفلاح بالشتلات بسعر رمزي كحقول إرشادية، برضو الدولة بتدعم لفقات كاملة. الدعم الفني برضو بالنسبة للشبكات دور وزارة الزراعة من حكاية من رفع الأرض وتصميم الأرض والإشراف على التنفيذ، دي مجاني دعم للفلاح المصري. مهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا، احنا بصدد احتفالية عظيمة بتطبيق نظام تقنية الشتل والري الحديث في مركز قنا في قرية المخادمة لدى المزارع عبد العزيز هاشم من قرية المخادمة. الغيد ده بيعتبر تمويل كامل من وزارة الزراعة كحقل إرشادي بالنسبة للمزارع لتشجيعه على تطبيق نظام الري الحديث وتقنية الشتل. الحقل جاب إنتاجيته 70 طن بالنسبة للفدان الواحد، ده طبعا طفرة في زيادة الإنتاجية بالنسبة لقصب السكر. الدولة بتعني اهتمام كامل بالنسبة لتطبيق نظام الري الحديث وبالأخص في محصول قصب السكر، باعتبار محصول قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية اللي بنضمن بها الأمن الغذائي بالنسبة لجمهورية مصر العربية. طبعا احنا في الفترة الأخيرة وكما تعلمون انه تم تشجيع المزارع بتحسين سعر التوريد بالنسبة للقصب بحزم، برضو على أساس أن احنا نرغب مزارع أن يجيب إنتاجية أعلى، يعني المحصول العادي 1500 طن بالنسبة للإنتاجية 40-50 لغاية بنوصل إلى 2000 طن للفدان الواحد. احنا بصدد النهدة يعتبر احتفالية كاملة وعيد معانا بالنسبة ليوم حصاد النهدة، وجايبين المزارعين لتشهد على الطبيعة هذا الحدث العظيم العملاق لزيادة الإنتاجية بالنسبة لفدان القصب. عبد العزيز هاشم مهدي، قرية أشراف المخدمة، مركز قنا. الحقل بتاعي ده سبع فدادين. المهم كان يزرع بالزراعة التقليدية قبل كده. الزراعة التقليدية كان بيجيب الإنتاجية معايا تقريبا من 40 ل 42 طن للفدان، يعني متوسط تقريبا 40 طن للفدان. دي الزراعة التقليدية. أنا شفت زراعة الري بالتنقيط في الأراضي الصحراوية، واتعرض عليا إن أطبقها هنا،
وانا قبلت الفكره. لا احنا لازم نحترم العلم والعلماء، العلماء دول ما بيقولوش حاجه يعني، لازم نحترم العلم. فطبقنا النظام ده، انا ابتديت احرث في الارض، قلبنا الارض في شهر تقريبا شهر ثلاثه وشمسناها، وبعدين اديت لها سطحي اربع مرات، وبعد كده سويناها بالليزر عن طريق جهاز تحسين اراضي، وبعد كده فتحنا وحطينا كمبوست وحطينا سوبر فوسفات وزرعنا الشتلات. كان زراعه الشتلات تقريبا في اول 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 جزء في 15/6 2000 لا 2021 21 يا باشمهندس 22 2022 وبعد كده الجزء الثاني زرعناه في 22/6/22 والجزء الثالث اخر جزء زرعناه في 28/6/22. احنا يعني كنا تاخرنا شويه بس كان في مشكله في الشبكه والحمد لله اتفادناها يعني. اعزائي المشاهدين، تابعنا لكم من قريه المخدمه بمركز قنا فعاليات حصاد الحقل الارشادي لزراعه قصب السكر بنظام الشتلات والري الحديث، والذي ياتي في اطار دعم القياده السياسيه للقطاع الزراعي. كنت معكم محمد همام.